السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستهل حصة اليوم بمادة الفيزياء والكيمياء بمرسوقة الضوء دس 14، ويتمثل في العدسات الرقيقة ريلون سيمان. نتعرف على مفهوم العدسات وتصنيفها إلى عدسة مجمعة وعدسة مفرقة، وكذلك أن نتعرف على مميزات العدسة المجمعة وكيفية تمثيلها، وأن نتمكن من إنشاء الهندسي لصورة وأن نميز بين مختلف أوضاع الصورة. من خلال هذه المجموعة من الصور نلاحظ أن هناك مجموعة من العدسات الطبية والعدسات اللاصقة، وكذلك توجد عدسة بآلة التصوير. ولهذا فما هو العنصر المشترك في هذه المجموعة من الصور، وكذلك ما أصناف هذه العدسات وما هي خصائصها؟ من خلال درسنا لليوم سنتعرف على كل هذه المعارف. فالعدسة هي وسط شفاف ومتجانس محدود بوجهين كرويين أو وجه كروي حافة سميكة. نأخذ عدستين مختلفتين، عدسة ذات حافة رقيقة وسمكها تزداد بين السمك، بينما عدسة الحزمة الضوئية هي مجموعة من الأشعة الضوئية نمثلها بخطوط مستقيمية تنطلق من منبع ضوئي وتحمل سهما يشير إلى منحى انتشار الضوء. وتصنف من أهم مميزات العدسة المجمعة المركز البصري والمحور البصري. فالمركز البصري هو مركز تماثل العدسة ونرمز له بالحرف O، سواء بالنسبة للعدسة المجمعة أو العدسة المفرقة فهي لديها مركز بصري واحد وهو مركز تماثلها ويتمثل في الحرف. كذلك هنالك ما يسمى بالبؤرة الرئيسية للصورة، وهي من أهم مميزات العدسة. نأخذ عدسة مجمعة ذات حافة رقيقة ونسلط عليها حزم ضوئية متوازية، بحيث نلاحظ أن هذه الحزم الضوئية اشتاتتها وتقطعت في نقطة واحدة F' وتسمى بالبؤرة الرئيسية للصورة. وكذلك نلاحظ أن هذه النقطة F' لديها مماثلتها بالنسبة للمركز البصري F ويسمى بالبؤرة الرئيسية. المسافة البؤرية. المسافة البؤرية أو البعد البؤري هي المسافة الفاصلة بين المركز البؤري المركز البصري لبؤرة عفوا المركز البصري للعدسة والبؤرة الرئيسية للصورة F' ونرمز لها بS ووحدتها هي المتر، فهي عبارة عن مسافة أو بعد فؤادي، ونعبر عنها بالعلاقة الرياضية OF' تساوي F تساوي OF. مسافتها البؤرية الخاصة بها. هناك ميزة أخرى هي قوة العدسة. مثلا أخذنا عدستين مجمعتين مختلفتين من حيث سمكها في الوسط، فوسلطنا عليها أشعة ضوئية متوازية، ونلاحظ عند اشتياز هذه الحزمة الضوئية لهذه العدستين أن الأشعة المنبثقة مختلفة، بحيث أن العدسة ذات سمك ضعيف نلاحظ أن الأشعة المنبثقة جد واضحة ومتقاطعة في نقطة واحدة، بينما الأشعة الضوئية المنبثقة من العدسة مجمعة ذات سمك كبير الأشعة منتشرة وغير واضحة. ف
فمن هي العدسة الأكثر تجميعاً للأشياء نحو مركز البصري انطلاقاً من الصورتين؟ فقوة العدسة هي التي تحدد لنا العدسة الأكثر تجميعاً، فهي مقدرته على تجميع الأشياء بالقرب من مركز البصري الرئيسي، حيث كلما كانت المسافة البؤرية أصغر كانت قوة العدسة أكبر، ونرمز لهذه القوة بالحرف C، ووحدتها هي الديوبتري يرمز لها بالرمز دلتا، ونعبر عنها من أهم للتذكير فقط من أهم المميزات العدسة المجمعة، هنالك مركز بصري المحور البصري الرئيسي، بؤرة صورة وبؤرة شيء، المسافة البؤرية، وقوة العدسة. سنقوم بتمرين تطبيق صغير لتحديد كيفية حساب قوة العدسة المجمعة. مسافتها البؤرية 40 سنتيمتر. نقوم بتطبيق العلاقة المباشر ستساوي 1 على F، 1 على بما أن F تساوي 40 سنتيمتر، يجب تحويلها إلى المتر الوحدة العالمية. 1 على 0.4 تساوي 2.5 ديوبتري. السؤال الثاني، نحسب المسافة البؤرية للعدسة قوتها 8 ديوبتري. نستعمل نفس العلاقة الرياضية بحيث أن F تساوي 1 على C، 1 على 8، أي F تساوي 0.125 متر، أي 12. الإنشاء الهندسي لصورة لشيء ما. نستعمل أشياء خاصة، نستعمل أشياء خاصة بحيث نأخذ عدسة مجمعة، نسلط عليها أشعة ضوئية بحيث تكون مرة من المركز البصري للعدسة، فتجتازها بدون انحراف. نستعمل شعاع آخر وهو موازي للمحور البصري الرئيسي، يجتاز العدسة مرورا من النقطة F' بؤرة الرئيسية للصورة. وكذلك هنالك أشعة ضوئية مرة من بؤرة الرئيسية، ولهذا بواسطة هذه الأشعة الضوئية الخاصة ننشئ صورة لشيء هندسي. هنالك حالة الأولى OA عند وضع الشيء على مسافة أكبر من المسافة البؤرية. نلاحظ أو نستعمل الشعاع الخاص المار من النقطة B والمار من المركز البصري للعدسة O، بحيث أنه يجتاز العدسة بدون انحراف. وكذلك نستعمل الشعاع الخاص الثاني المار من النقطة B والموازي للمحور البصري الرئيسي، الذي يجتاز العدسة مرورا من النقطة F' بؤرة الصورة، ويجتازها ويتقاطع مع الشعاع الأول في النقطة B' بحيث نحصل على صورة حقيقية تتكون. إذا وضعنا الشيء AB على مسافة على نفس المسافة البؤرية، أي أن OF OA تساوي F البعد البؤري، نلاحظ عند رسم الأشعة الخاصة المارة من النقطة B والمركز البصري الرئيسي الذي يجتازها بدون انحراف، وكذلك الشعاع الخاص المار من النقطة B والموازي للمحور البصري الرئيسي الذي يجتاز العدسة مرورا من النقطة F'. نلاحظ أن هذين الشعاعين متوازيين، فهما لا يلتقيان إلا في ما لا نهاية، وبهذا لا نحصل على صورة تتكون في. بالنسبة للحالة الثالثة، إذا قمنا بوضع الشيء على مسافة أصغر من البعد البؤري ونقوم بإنشاء الأشعة الخاصة، نلاحظ أن هذه الأشعة لا تتقاطع، وعندما نقوم بامتداداتها في ما قبل العدسة نلاحظ أنها تتجمع في النقطة B', أي قبل العدسة، بحيث تسمى بصورة وهمية وطولها أكبر من طول الشيء وهي معتدلة. شروط الحصول على صورة واضحة، يجب تحقيق شرطين أساسيين نسميهما بشروط جوس. أول شرط، يجب أن يكون الشيء مضيء قريبا من المحور البصري الرئيسي للعدسة وعمودي عليه.